اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا اون فورم. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم، رجعت لكم من بعد طول الغياب، مده طويله هذه ما طليتش عليكم، غير سمحوا لي. كيف ما ديما كنقول لكم غنرجع نرجع، ولكن راه والله العظيم البنات ما كاين الوقت ما بين الخدمه والدراري والمدرسه. من بعد مسال رمضان صافي ما بقيتش رجعت نهائيا ليوتيوب، لان ما كانش عندي الوقت. فوالا قلت غادي مره ما يكون عندي الوقت راني غنطلع لكم. المهم راه البنات اللي متبعيني على الانستغرام، راه بعض المرات كنصيفط لكم هكا دي مقتطفات، ولكن اليوتيوب فريمون ما لقيتليش الجهد نهائيا. المهم اليوم هنا رجعت لكم بواحد لا فيديو من الباديه، حتى هي مده طويله مشيتش ليها اصلا، يعني تقريبا هذه واحد صراحه مده يعني ما مشيتش، ولدرجه انه شوفوا ها انتم ملي رجعنا بنت الدنيا بدات كتنشف شويه، الحمد لله تحت الشتاء هذه الايام الله يرحمنا. ولكن مع ذلك فما بقاتش الدنيا خضراء كيف ما كانت في الاول، وكيف ما عودتكم في هذوك الفيديوهات ديال اللي كنت صورت لكم في قبل من رمضان. هنا كاين لو بوتاجي، هادشي اللي كيبان لكم خضر بزاف هو البوتاجي اللي كنستهلكو، يعني هو اللي كيتسقى باستمرار الغوتا غوت نهار ومطال، يعني كل مره راه كيكون نهار ومطال، هو بالماء وهو بالعنايه. دونك هو اللي تيبان لكم هكا في اللون الاخضر، وخلاص يعني ديك البلايص الاخرين ديال الارض هذاك الشيء صافي راه كينشف، ديك النباتات كيدبلو صافي، يعني ما كنستهلكوهم ما حتى شي حاجه، هما واحد النباتات اللي كتكون عشوائيه كتطلع وكتعاود تهبط من بعد. صافي تما كاين لو لاك كيف ما كتلاحظوا، حتى هو راه ناشف شويه، ماشي بحال اللي كنت كنصور لكم فصل الشتاء، كان تبارك الله عامر لان كان طاح الشتاء. وهادشي اللي كاين اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم واحد لا فيديو من هنا، غادي نشارك معكم النهار ديالي كيف ما العاده. شت البوتاجي ناخذ شويه ديال الخضيره اللي غادي نديرو في الغديوه ديالنا. المهم ها نتوما معايا ونتلاقاو بعد قليل. قريعة سلاوية تبارك الله كبيرة، وهذه واحد القريعة أخرى، هذه قرعة تبارك الله كبيرة ديال شي كسكسو دكالي. البنات اللي مدكالة خلونا شي كومنتير أسفل هذا الفيديو. في هذا الفيديو هذه غنحاول ما امكن ما نديرش لكم الصوت من فوق الفيديو، لان اخر مره بزاف ديال الاخوات قالوا لي امامي تكوني في الباديه بالضبط، خلينا الصوت الطبيعي ديال الطبيعه ديال الحيوانات ديال الريح، يعني كيكون واحد الصوت هكا زوين اللي كيجيب واحد الاحساس زوين، واحد يعني كيعطيكم واحد لي زوند بوزيتيف. فانا غنحاول ما امكن باش نخلي لكم الفيديو تمشي يعني بداك الشيء اللي كاين، يعني ما غاديش نهضر لكم فيها بزاف. بيلا بيلا اش كوكو بيلا، سافا بيلا جاريب علي زيان اش بيلا ال مي سوي هيا فيان بيلا فيان. وهاد الصف هذا فيه العنب حتى هو يلاه حتى كي يلاه كينبت، حتى هذا خصو شويه ديال الوقت باش يبدا باش يكبر. تبارك ما شاء الله هاد الشجره هادي ديال الرمان يلاه بدا، ولكن هذا ان شاء الله ما غادي يطلع حتى الشتاء ان شاء الله، اولا فصل الخريف، المهم في الاول ديال العام. وهنا تبارك الله الخرشوف، الخرشوف من الخضروات اللي سبحان الله كيطلع بوحديتو، ما كنعاودوش نغرسو حتى شي حاجه، كنحيدوه وكنجيو كنلقاوه عاوتاني يطلع سبحان الله العظيم. هذه واحد الخضره اللي ما يحتاجش ان الانسان يضرب فيها مجهود او لا يبقى كل مره يطريطيها ويسقيها، بوحدو كيطلع سبحان الله العظيم. وهذا الفليو حتى هو الريحه ديالو غزاله بزاف، حتى هو رائع جدا مع اتاي او لا مع ديرو بحال اون تيزان مع الماء سخون، حتى هو كيجي زوين بزاف هكا. هذا النعناع العبدي ريحته غزاله طالعه حتى لهنايا كنشمها، كيجي رائع جدا
مع 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 اتاي او حتى مع لي تيزان او غير الماء سخون كيجي رائع جدا. تما كاين الشيبه كيفما كتلاحظوا. كما قلت لكم هذا الشيء اللي كنستعملوه واللي كنتناولوه هو اللي باقي خضر لانه كيتسقى وكيتريطا كل نهار. وبالنسبه للارض الاخرى راها كبيره تبارك الله, فداك الشيء علاش تحصدات دغيا وحيدنا كاع داك الشيء اللي ما محتاجينش اننا نخليوه بحال دوك النباتات وداك الوريضات اللي كيكونوا هكا دبلو مع السخونيه. وهذا النوع هذا من الوريضات سبحان الله موجود في ما كنمشي كيبان ليا, في ما كندور كيبان ليا شكله هكا زوين بزاف. قلت علاش لا ما ناخذش واحد نقطعهم هكذا ونديرهم في شي فاز كيعطي واحد المنظر زوين بزاف للبصل اللي كديروهم فيهم. ونيت يعني وردات اللي رائعين جدا علاش لا ما نستافدوش منهم. هانتوما كيفاش تلاحظوا الشكل ديالهم رائع جدا. صافي هنايا غادي نديرهم في واحد الكويس ديال الماء ونخليهم هكذا على جنب, وغادي نمشي مباشره باش نحضر معكم الوجبه ديال الغداء اللي غتكون هكا واحد الوجبه اللي تاهي زوينه وصحيه وخفيفه ظريفه دغيا دغيا ما كتاخذش الوقت نهائيا. فين غنمشيو دابا؟ جيت لا سلاد, هادي هي سلاد سلاد هنا غير الاشاره بالنسبه للناس اللي عندهم هكا واحد البوتاجي في الدار اللي زارعين مثلا هذا الخس او اي نوع من الخضروات. فبالنسبه للخس مثلا من الاحسن يعني اولا ضروري خصكم تحيدوه بلا ما تحيدوا الجذر ديالو, لانه هو من الخضروات اولا السلطات اللي دغيا كيعاود يطلع. خصكم تحيدوه بواحد السكين بهذا الشكل هذا وتحيدوه مع النيفو ديال الارض وصافي. من بعد كيعاود يطلع بسرعه ديك الوريقات ديالو, ما تحيدوش نهائيا من الجذور وصافي. هنايا هذيك توريتها لكم شحال هذه في اخر مره كانت يلاه كيفاش كنزرعها الاب ديالي. هانتوما كيفما كتلاحظوا راه دغيا كبرات حتى هي هذه السلطه البنفسجيه, حتى هي كتجي زوينه بزاف هكا في الشلاضه بصفه عامه ولا تزينوا بها الاطباق ديالكم. وصراحه ملي كتكون هكا بيو كما كتلاحظوا كتكون واحد الحجم اللي هكذا كبير وكتبان نقيه, يعني واخا ملي كنبغي نغسلهم ما كتكونش نهائيا موسخه لانها طبيعيه. صافي هنايا بقيت مستمره درت لكم هكذا واحد الجوله باش تشوفوا بلوز او موان هذوك كاع داك النباتات اللي كاينين في هذا البوتاجي هذا. هذا المكان هو اي حاجه بانت لكم في اللون الاخضر عرفوها هي الحاجه اللي كتسقى يعني باستمرار واللي هي نقدروا نتناولوها. هنايا بالنسبه للقزبر ومعدنوس هو البنات كينوض بسرعه, يعني غير تتحيدوه دغيا عاوتاني كيبدا ينوض. وهو غير نصيحه بالنسبه للناس اللي مثلا عندهم هكا واحد الارض كبيره اللي بغاو يغرسوا فيها هاد القزبر ومعدنوس, من الاحسن يعني ما يغرسوش كميه كبيره لان كينوض بواحد الدرجه كبيره دغيا البنات كينوض وكيولي كثير. فمن الاحسن يعيد الواحد غير القياس اللي غادي يحتاج. صافي هنايا كاين الطماطم كذلك توريتها لكم اخر مره كانت يلاه كيفاش تزرعات هي بدات كتكبر شويه بدات كدير داك الرويصات. هنا ما وريتكمش قبيله البنات ملي كنت كندير الجوله هذا الفجل حتى هو بيو زوين بزاف وكبير سبحان الله هذا النوع هذا. المهم داكشي كامل ان شاء الله راه غادي نشاركوا معكم دابا في المطبخ. ها نتوما معايا ونتلاقاو.
ورجعت لكم مره واحده اخرى من المطبخ. الان غادي نحضر الوجبه ديال الغداء. اول حاجه غنحضر هي السلطه ديالي. غادي نغسل هاد لي في ولا هاد الوريقات كما قلت لكم قبيله، راهم نقيين، كنديروا هكا واحد الغسيله خفيفه كيف ما كتلاحظوا، ومن بعد غنخليهم ينشفوا. نفس الشيء بالنسبه للقزبر معدنوس، حتى هو من بعد ما نقيته غادي نغسلو وعاد غادي نقطعو. صافي هنايا غادي نحضر السلطه ديال البطاطس، كتعجبني بزاف بالبصله والقزبر معدنوس والابزار والملح، كتجي زوينه بزاف. حنا شخصيا كبرنا بها ملي كنا صغار، كانت ماما دائما كتحضرها لينا، وحتى انا ولادي كتعجبهم بزاف وكتجيهم هكا بنينه. صافي هنايا غادي نوضعها تسلق. فهاد الاثناء غادي نمشي نشوف شنو ندير. هنا قطعت معدنوس من بعد ما نقيته غسلته ونشفته، هنا قطعته. غندير واحد شويه في الكفته وواحد شويه غنخليه باش نديرو في الشلاضه ديالي. وصراحة الباربيكيو من الاشياء اللي كتسهل عليك الخدمه ملي كتكون هكا في شي بلاصه ما فيك ما تطيب، ما فيك ما تبقى هكا دير بزاف ديال الحويجات. تيعجبني الحال ملي كندير باربيكيو سريع دغيا دغيا، وكنديروه فوق العافيه، يعني ما كنضيعوش الوقت. صافي هنايا غادي نبدا ندير هكا هذوك الطريفات ديال الكفته بواحد الطريقه عشوائيه بحال اللي كنديروها هكا عند الجزاره اللي غادي دار فوق الفحم. وبالنسبه للكفته اللي كنشرب منها دائما بالقامه ديال الكفته، ما تنبغيش في حق الجزار يشرب منها ليا، حتى كنفضل اننا نشرملوها في الدار، كتجي احسن وكتعرفي القامه كتكون ديالك جديده. صافي خليت الكفته ولي سوسيس على جنب. الان غادي نحضر هذاك نقطع داك البصيله مع القزبر معدنوس، غادي نضيفهم البطاطا من بعد ما طابت. وصافي داك الريحه ديال القزبر معدنوس البنات زوينه بزاف، هي يكون جديد كتكون رائعه واحد الريحه. هنا بولا سيزون ممكن ندير غير شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال الملح، وشويه ديال الابزار فقط، يعني ما كنضيفش نهائيا شي توابل اخرى، وكتجي رائعه. بالنسبه للخس حتى هو غادي نقطعو الى قطع. كاين واحد الكميه اللي غادي اللي غسلتها خليتها ناشفه باش نزين بها الطبق ديال الباربيكيو. وهنايا هذا غادي نديرو في السلطه ديال المطيشه والخيار والخس. صافي هنا العناصر كلها عندي واجده، غنبدا الان نحضر المائده ديالي. ما نكثرش عليا قوه الطباسل، غادي ندير فقط جوج ديال الاناء بهذا الشكل هذا طوال، وغادي نعمرهم بالسلطه ديال البطاطا وديال مطيشه بالخس. وصافي هادشي اللي كاين. غنحضر كذلك الخبز، غندير شويه ديال الزيتون في الطبيصلات. وبالنسبه للكفته ديجا عندنا عليها العافيه في الخارج، يعني الوقت اللي غادي نوجد الطاوله غتكون تقريبا طابت. صافي هنا في اخر مرحله ضفت هذاك الفجل اللي قطعت، سوا غسلته وقطعته هكا الى قطع وضفته من الفوق، غير هو يعني شويه حار لانه باقي جديد، فكانت فيه واحد هو بنين ولكن في نفس الوقت شويه حار. صافي هادشي اللي كاين البنات، والان غادي نشارك معكم الشكل النهائي ديال المائده ديال الغداء. وصراحه حتى الجو كان رائع جدا هذا النهار، هذا كانت واحد الشميسه وكان واحد يعني كان واحد الريح خفيف، ولكن الجو زوين بزاف. صافي كنحضر المائده ديالي، وكما كنقول لكم دائما راه العين هي اللي كتاكل ماشي حنا، فانا كنحرص على ان المائده ديالي تكون دائما هكا زوينه ومتوله، واخا تكون يعني بسيطه جدا، يعني اشياء بسيطه ولكن كتكون هكذا عاطيه للعين، يعني الانسان ملي كيجلس كتبان ليه المائده زوينه. صافي هنايا رجعت باش ندير الخبز في الطبيقه هذه، وغادي نوريكم الشكل النهائي. وصافي تيكون هذا هو الشكل النهائي ديال المائده ديال الغداء اللي حضرت معكم اليوم، مائده سريعه خفيفه ظريفه. بالنسبه للكفته ولي سوسيس درتهم فقط واحد البلاطو هكا اللي كبير، جمعت فيه كل شيء مره واحده، وضعت داك الخس في الاسفل تزين. وصافي بطبيعه الحال الشاي المغربي اللي اساسي في كل مائده ديال الشواء عندنا في المغرب، يعني الناس عزيز عليهم اجي. وصافي هذا الشيء اللي كاين، و
كنتمنى يعني هاد الافكار تكون نالت الاعجاب ديالكم. كما تعرفوا دابا الحال كيبدا يسخن شويه، ما كنبقاوش نقدروا على الماكله الثقيله، فالسلطات وهكا المشويات كدوز احسن وكتكون اسرع. الله يعطيك الصحه. من بعد الغداء ضروري واحد الكويس ديال تقدروا تقولوا عليه موخيتو، ولكن ما فيهش لي لا بواسون غازوز، ما فيهش يعني شي حاجه اللي يعني بيو، يعني فيه فقط النعناع والحامض والماء البارد، كيجي رائع جدا البنات. بالنسبه للاخوات اللي كيبغوا هكا يديروا واحد ديتوكس للمعده ديالهم، او للناس اللي كيبغوا هكا يديروا ريجيم وخصهم يشربوا السوائل، فهذا من السوائل اللي مهمه بزاف ورائعه جدا. كتحرق الدهون، كتحرق بزاف ديال الحوايج، واي حاجة راه فيها الماء راها مفيده للصحه ديالنا. فانا تيعجبني هكا يكون بارد. كاين ناس كيديروا في الماء سخون كذلك بالنعناع والحامض. المهم هنايا قطعت شويه ديال النعناع مع شويه ديال الحامض والماء وصافي، وكيجي رائع جدا. ويمكن لكم يعني البنات تحضروه يعني وديروه في واحد القرعه وتخليوها ليله كامله حتى الصباح تشربوها، حتى هو كيجي زوين بزاف، مفيد وصحي. كون هذه الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. كيف ما العاده الا كنتو اول مره كتشوفوني اليوم، ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. لي لايك ديالكم ولي كومونتير دائما تفرحوني وكدعموني. كنضرب لكم موعد قريبا جدا في كجيده موضوع جديد، ونقول لكم الى اللقاء.